Amen. كون هذه المبادرة تأتي من المتحف اليهودي في بلجيكا يعني في بروكسل يعني لها رمزية كبيرة جدا، أولا رمزية الانفتاح، ثانيا رمزية أن اليهود في هذا البلد لا يعاتبون المسلمين على ما وقع، فهم يعرفون أن يفرقوا بين العمل الإرهابي وبين الإرهابيين وبين المسلمين الذين هم في غالبيتهم لا يطمحون إلى السلم والوئام والعيش المشترك مع الآخرين. Thank you.